مسا مسا على كل عشاق دحيح الافلام. تخيل تبقى طفل عايش حياتك مش في دماغك اي حاجه، فتكتشف بعد كده ان عندك قوه خارقه ولازم تستخدم القوه دي علشان تحمي بيها عيلتك ونفسك. فيلم وي كان بي هيروز صدر سنه 2020 وبيصنف من افلام الاثاره والاكشن والدراما. بيبدا فيلمنا مع بطل خارق اسمه الشاب المعجزه اللي بيكون بيتكلم مع صاحبه البطل الخارق اللي بيبقى اسمه تكنو. فجاه لما الاثنين كانوا بيتكلموا واتجت رساله للشاب المعجزه ان في فضائي جاي على كوكب الارض. راح الشاب المعجزه مستخدم القوه الخارقه بتاعته، راح طاير في الجو وهناك بيلاقي الفضائيين وبيكون بيصور اللي هو هيعمله علشان يحتفظ بالفيديو. بس وقتها الشاب المعجزه نفسه متحاصر من مجموعه كبيره جدا من الفضائيين، راحوا ضاربين الشاب المعجزه جامد لدرجه انه فقد الوعي. وقتها كان تكنو الطاقه بتاعته قربت تخلص، بس لما شاف الشاب المعجزه بالحاله دي راح مشغل باقي الطاقه بتاعته وبلغ القياده باللي حصل. وساعتها راح واقع تكنو الشاب المعجزه على الارض. وبعدها بنروح لبنت اسمها ميسي اللي اول ما بتصحى من النوم بتروح تجهز نفسها علشان خاطر تروح المدرسه. وقتها بيكون ابوها اللي بيبقى اسمه ماركوس بيتفرج على التلفزيون تحت وبيعرف الاخبار اللي حصل للشاب المعجزه. وتكنو بيكون اصلا ماركوس شغال في الشركه المسؤوله عن الابطال الخارقين، بس ماركوس من وقت ما خلف بنته ميسي وهو وعدها انه مش هيخش في الحوارات بتاعت الابطال الخارقين دي نهائي. ولما بيقعدوا الاثنين يفطروا مع بعض وقتها مش بيخلي ماركوس بنته ميسي انها تسمع الاخبار عن اللي حصل للابطال الخارقين. وبعدها بيقوم يوديها للمدرسه وبيقول لها خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. وبعدها بيقوم ماركوس للشركه. هناك بنشوف مديره الشركه اللي بيكون اسمها ايراندا اللي لما بتعرف اللي حصل للشاب المعجزه وتكنو بتقرر انها تعمل اجتماع عاجل مع كل اللي شغالين في الشركه وتحاول انها تلاقي اي حل علشان خاطر ترجع الاثنين دول بعد ما وقعوا اسرى في ايد الفضائيين. وبتقعد غيرنادا تشوف مين الابطال الخارقين اللي عندهم اللي هيقدروا ينفذوا المهمه. وساعتها قررت ان كل الابطال الخارقين اللي موجودين عندهم يروح يجيبوا الشاب المعجزه وتكنو من الفضائيين. وقتها راح يلام ماركوس احنا كده هنخاطر بيهم، بس غراندا قالت له لا بالعكس دول بيساعدوا بعض كلهم، وبعدين انت كمان هترجع تبقى بطل خارق مره ثانيه. بس ماركوس قال لا لا معلش مش هينفع علشان خاطر انا وعدت بنتي ميسي اني مش هرجع للحوار ده تاني. بس غراندا قالت له للاسف الحوار ده مش بمزاجك، ده امر ولازم تنفذه يا ماركوس. وفي الوقت اللي بيكون فيه ميسي قاعده في المدرسه بتلعب مع صحابها، بيجي لها اتنين من شركه الابطال الخارقين وبياخدوها معاهم. ولما بتحاول ميسي تسالهم هم رايحين فين ولا هيعملوا ايه محدش بيرضى يرد عليها. لما بتوصل ميسي الشركه هناك بتقابل غيرنادا اللي بتقول لها انت عارفه بابا بيعمل ايه دلوقتي؟ قالت لها ميسي ايوه عارفه في الشغل، وبعدين انا ايه اللي جابني هنا وبابا اصلا وعدني انه مش هيبقى يعمل اي حاجه ليها علاقه بالابطال الخارقين. قالت لها غيرنادا ما علينا من الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا بس عاوزاكي ما تعمليش اي مشاكل هنا. بعدها بتخش ميسي الفصل بتاع ولاد الابطال الخارقين، بس ميسي ما كانتش عارفه اي حد منهم علشان كده دخلت قعدت على الديسك اللي قالت لها عليه غيرنادا وخلاص. وقتها غيراندا قالت لهم شاطرين يا ولاد انكم قاعدين ساكتين ومش بتعملوا اي مشاكل. اول ما غيراندا بتقفل الباب وبتمشي العيال بيقعدوا يلعبوا في الفصل وبيدهولوا الدنيا كلها. وهنا بيجي واحد اسمه عجلات يتعرف على ميسي وبيقول لها انهم بينادوه بالاسم ده مش علشان خاطر قاعد على كرسي متحرك، ده بيقولوا له كده لان قوه عضلاته اقوى من العظام اللي عنده. وهنا بيجي واحد اسمه نودلز وبيتعرف على ميسي وده بيقول لها عجلات انهم بينادوه بالاسم ده علشان خاطر بيقدر نودلز انه يتمدد ويلوي نفسه ورقبته ولا كانه حبه مكرونه. وبتتعرف ميسي على بنت اسمها اوهو ودي بتبقى قدرتها الخارقه هي انها شاطره جدا في الرسم، وبتقوم ميسي تشوف الرسومات بتاعتها. وقتها لما بيشوف ميسي الرسومات مش بتبقى فاهمه ايه قصدي اوهو بالرسومات دي، وبيقول لها عجلات النوم كلهم برضو نفس الحوار، محدش بيبقى فاهم اوهو بترسم ايه بالظبط. بعدها بتيجي بنت تقف معاهم وبيكون اسمها اكابيلا، وما قالت لها ميسي وانت ايه القوه الخارقه بتاعتك؟ فراحت قايله لها اكابيلا ان عندها نطاق صوتي مش طبيعي وبتقدر من خلاله تغني بطبقه صوتها واطي، وتقدر برضه تغني بصوت عالي جدا، وتقدر تغني بصوت محدش يقدر يسمعه الا الحيوانات، وتقدر كمان تغني بصوت يحرك الحاجات اللي موجوده قدامها. وساعتها نادت عليها غيرنادا قالت لها بطلي الاصوات اللي بتعمليها يا كابيلا علشان خاطر الكلاب كلها بقت متجمعه قدام ابواب الشركه. وبيروح يعرفها عجلات على باقي زمايلهم وبيعرفها على واحد اسمه البطيء اللي بيكون ابن البرق الخاطف وبيكون بطيء في الحقيقه بيتحرك بسرعه كبيره بس بالنسبه ليه هو، لكن قدرته الخارقه بتخليه جوه دوامه زمنيه. وبيوريها عجلات صاحبهم اللي بيبقى اسمه مغير الوجوه اللي لما كان قاعد بيلعب مع نودلز فضل يغير في وشه كذا مره لدرجه ان نودلز اتعصب ويفكروا بيضحك عليه في اللعب. ولما كسر نودلز الترابيزه هنا راح عجلات قايل لصاحبهم اللي بيبقى اسمه اعاده وده بيقدر يرجع الزمن لورا شويه ثواني. وهنا بيقول لها عجلات ان اعاده ليه اخت توأم، بس الاثنين عمرهم ما اتفقوا على اي حاجه مع بعض خالص. وبعدها بيعرفها على القائد بتاعهم اللي بيكون اسمه وايلد كارت
وبيقول لها قالت ان والد مش ناقصه قدره واحده في العالم، وبيعرفها قالت على اخر عضو في الفصل بتاعهم اللي بيبقى اسمها غوبي. لما قالت لها ميسي انت بتحركي الميه كده ازاي، راحت قايله لها غوبي انها لما بتشرب ميه بتعمل كده. وبعدها لما بييجوا يفتحوا التلفزيون بيعرفوا ان الابطال الخارقين رايحين في مهمه علشان خاطر يخلصوا على الفضائيين، وساعتها بيتم استدعاء كل الابطال الخارقين كلهم، وبيشوف ميسي ابوها هو كمان بيكون ضمن الفريق بتاع الخارقين، وبتكون متضايقه علشان خاطر ابوها ما نفذش وعده ليها. وده بيخشوا للابطال الخارقين في معركة ضد الفضائيين، وكل واحد فيهم بيخش يضرب الفضائيين مش بيقدر يتعامل معاهم لان الفضائيين كانوا اقوى منهم. وبدأوا الابطال الخارقين يقعوا واحد ورا واحد في ايد الفضائيين، وساعتها بيلاقي ماركوس نفسه لوحده قدام مجموعة كبيرة جدا من الفضائيين. وساعتها ميسي بنته قالت له لا يا بابا اوعى تخاطر بحياتك، بس ماركوس قال لها مش هينفع يا حبيبتي، وقام يطلع السيوف بتاعته علشان يهجم على الفضائيين، بس برضه هو كمان اتمسك وبقى يسير في ايد الفضائيين. بعدها بيطلع رئيس امريكا وبيقول يا شعب امريكا زي ما شفتوا كده كل الابطال الخارقين وقعوا في ايد الفضائيين، وان القوات المسلحه هتدخل علشان ترجع الابطال دول كلهم. ووقتها بيكون مغير الوجوه متضايق من كلام الرئيس، وبيقول هو ازاي ده بقى رئيس، ده مش عارف يتكلم كلمتين على بعض. وبعدها بيقرا الرئيس رساله من الفضائيين، والرساله بتقول ان الفضائيين دول من كوكب اوجيما، وانهم بيقولوا للبشر يجهزوا نفسهم علشان خاطر هيتم احتلالهم في اقرب وقت. هنا بتطلع غرناده في الشاشه وتتكلم مع الاطفال، وبتقول لهم انهم يفضلوا في اماكنهم وما يخافوش من اي حاجه، لان المكان ده بقى الوحيد اللي امل ليهم. ساعتها الاطفال كلهم بيقعدوا يفكروا في عيلتهم، وبيكونوا عاوزين يعملوا اي حاجه علشان خاطر يخرجوهم من ايد الفضائيين. من راحت ميسي قال لهم طب على فكره الفضائيين هيهجموا علينا بعد شويه، ولازم نهرب من المكان ده بسرعه. فقالوا لها زمايلها وانت عرفت ازاي ان شاء الله؟ قالت لهم ميسي انها عرفت من الرسومات بتاعت اوهو، وبتقول لهم ان اوهو عندها القدره في انها ترسم المستقبل. راحت موريه ليهم كل الرسومات اللي هي رسمتها عن الحاجات اللي هم لسه عاملينها من شويه. بعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتقول لهم ميسي انها تخرج من هنا، وان اللي عاوز يخرج معاها اهلا وسهلا، واللي مش عاوز براحته. هنا راح حاجلتها قال لها نخرج نروح فين؟ وبعدين غرنادة لسه قالوا ان المكان ده مقفول واكيد في حراس كتيره بره، بس ميسي قالت لهم هنتصرف ونخرج من المكان ده قبل ما الفضائيين يهجموا علينا. وبيخرجها بعدها مغير الوجوه من الباب علشان ينفت نظر الامن علشان يخش ليهم المكان اللي هم موجودين فيه. وساعتها بتقول لهم ميسي انهم عاوزين يمشوا من هنا علشان الفضائيين شويه وهيهجموا على المكان كله، بس بتوع الامن كانوا بيستهزأوا بيهم وقالوا لهم محدش يخرج من المكان ده. بس بعدها العيال بيقعدوا يضربوا فيهم وبيوقعوهم على الارض، بس ساعتها رايح واحد منهم مشغل جهاز الانذار، ودخل كائن فضائي المكان وراح ماسك وايلد كارد. وهم راحوا العيال قايلين لإعادة انه يرجع بالزمن شويه لورا علشان خاطر ينقذوا وايلد وما يخلوش بتاع الامن يضرب جرس الانذار. وبعد ما إعادة عمل كده راحوا خارجين من الباب بيهربوا من بتوع الامن بسرعه، بعد ما خدوا منهم بطاقات الهويه بتاعتهم علشان يقدروا يفتحوا بيها اي حاجه. بس هما بيهربوا بيلاقوا بتوع الامن بيحاصرهم من كل مكان. بس هنا راحت اكابيلا مستخدمه موجات الصوت بتاعتها وخلت بتوع الامن طايرين في الجو، وساعتها باقي زمايله راحوا طالعين على بتوع الامن وخرجوا من الفتحه اللي كانت موجوده في السقف. وقتها لما بيطلعوا فوق بيروحوا يركبوا العربيه بسرعه وبيخرجها بيها، بس بيلاقوا غرناده واقفه قدامهم هي وباقي الناس اللي معاها. راحوا قايلين لعلي اكابيلا انها تستخدم موجات الصوت بتاعتها تاني علشان يطيروا في الجو بالعربيه، وفعلا قدرت اكابيلا انها تعمل كده، بس في نص الطريق مش بتقدر اكابيلا تكمل علشان خلاص بيكون الطاقه بتاعتها خلصت، ونزل نودلز من العربيه علشان خاطر يوقفها. وبعدها طاروا مره ثانيه، بس جت اكابيلا وقعدت تتكلم معاهم عادي ونسيت ان هي اللي رفعت العربيه وراحت العربيه واخداهم ووقع في وسط جنينه. وبيكون الجنينه دي بتاعت واحده اسمها مورينو، دي بتبقى جده ميسي، وبتقول لها ميسي احنا في ورطه يا تيتا وعاوزين نقعد نستخبى عندي. وبنرجع مره ثانيه لغرناده اللي بتبقى عاوزه تلاقي الاطفال كلهم، وتبيقول لها واحد من اللي شغالين معاها وبيقول لها انه لقى اشاره ضعيفه للمكان بتاع الاطفال دول، وبيقول لها ان الاشاره دي جايه من الجهاز اللي موجود في ايد ميسي. فقالت له غرناده خلاص امشي ورا الجهاز ده وعرف لنا مكانهم فين. بنشوف بعدها مورينو تتكلم على الاطفال وبتقول لهم ان لو في حد هينقذ الكوكب من الفضائيين هو انتوا، عشان كده لازم تبقوا كلكم ايد واحده مع بعض علشان خاطر تنقذوا عائلاتكم برضو. وبعدها راحت قايمه ميسي وقالت لهم ايوه احنا لازم نسمع كلام تيتا ونساعد بعض علشان خاطر ننقذ عائلتنا. بعدها بيتخرجوا مورينو الجنينه وبتقول لهم على حب التدريبات يعملوها، والاطفال بيقعدوا يعملوا التدريبات دي وهم فرحانين. بس لما جت ميسي تتكلم معاهم على اساس ان هي بقى القائده وكده وتشوف هما بيعملوا ايه، فلقيتهم مش عارفين يعملوا التدريبات كويس وبتضايق، وبتقول بينها وبين نفسها انهم بالمنظر ده مش هينجحوا انهم يعملوا اي حاجه. وساعتها بنروح للابطال الخارقين، وقتها بنشوف شاب بيروح يتخانق مع تيم من زمايله، وبيقول له ماركوس يبطلوا اللي هما بيعملوه ده ويفكروا في المصيبه اللي هما فيها دي. وبعدها بيطلع الرئيس يتكلم معاهم وبيقول لهم ان الفضائيين ما ادوش ليه اي وقت علشان خاطر يبلغهم برساله
الرسالة دي، وبيلوم ان الرسالة دي تخص عيالكم لانهم اختفوا من المقر الرئيسي للشركة. لما بيعرف الشاب المعجزة بيقول ان العيال زمانهم دلوقتي مش عارفين يعملوا اي حاجة وخايفين لان مفيش اي حد بيحميهم. بنرجع مرة تانية للعيال اللي بتقولهم ويرينو يكملوا تدريباتهم عادي، وبعدها راحت لميسي وقالت له وانت فاكرة انك كنت هتنجحي معاهم من المحاولة الاولى؟ فقالت لها ميسي لا ده انا شكلي مش هنجح خالص. ساعتها مورينو قالت لها انت عارفه ان انا دربت كل الابطال الخارقين العظام اللي انت شايفاهم. انا راحت قال لها مورينو ان كانت اعظم بطله خارقه فيهم هي امها. استغربت ميسي وقالت لها امي كانت هديه زيي؟ فقالت لها ايوه ما هو ده اللي خلاها شخصيه عظيمه، لان لولاها ابوكي ما كانش هيبقى الشخص تفتخري بيه زي دلوقتي. وبعدها لما بتلاقي مورينو الطيارات فوق البيت بتاعها، وقتها راحت فاتحه للعيال النفا اللي هي عاملاه وقالت لهم يخشوا يستخبوا فيه. وهنا بعد ما عملت كده لقيت كائن فضائي راح واخدها اسيره هي كمان. وساعتها ميسي بتقعد تتكلم مع باقي صحابها علشان يلاقوا حل في انهم يلاقوا عيلة كل واحد فيهم. وبعد ما بيخرجوا من النفق راحت ميسي متفقه مع وايلد انهم يقولوا لصحابهم انهم يروحوا يستولوا على اي سفينه فضائيه، وقتها ياخدوا السفينه دي ويروحوا يدوروا بيها على عائلتهم. فوافقها وايلد على الفكره وراح قال لباقي صحابه عليها وكلهم عجبتهم الفكره وقرروا انهم ينفذوها. ولما بيروحوا يركبوا السفينه وقتها بيكون زميلهم بطيء بيجري علشان يوصلهم، بس كان بيجري ببطء جدا. بس بعد لما بيخش السفينه قبل ما الكائنات الفضائيه تمسكه، ساعتها بيقعدوا يقولوا للعجلات انه يطير بيهم لفوق، بس ما كانش عارف يعمل اي حاجه وكانت الكائنات الفضائيه عماله تكسر في السفينه، لحد ما راحت غوبي دايسه على زرار خلت السفينه تطير بيهم. وبعدها بيلاقوا السفينه دي خدتهم للسفينه الام اللي ممكن يلاقوا فيها عائلتهم. اول ما بينزلوا منها وبيقعدوا يمشوا فيها، وقتها بيحسوا ان في هزه تحتيهم وان الكائنات الفضائيه بدات تهجم عليهم طول ما هم ماشيين، لحد ما وصلوا لمكان تاني. وهنا شافوا الرئيس موجود واستغربوا من وجوده في المكان ده وقعدوا يفكروا في ان الرئيس ممكن يكون تبع الفضائيين. بس بعدها غرناطة بتقول لهم انتوا ازاي تسرقوا عربيه من العربيات بتاعتنا وازاي تخلوا مقر الشركه في حاله فوضى كده؟ لو ايه كمان رحتوا ركبتوا سفينه فضائيه ورحتوا بيها للفضاء الخارجي؟ ده الحلاوه بتاعتكم دي. وساعتها بتهزر معاهم غرناطة وقالت لهم انتوا شطار قوي في اللي انتوا عملتوه ده، والظاهر كده اننا استهونا بقدراتكم وانكم عملتم مخاطره كبيره بس كانت صح وانا مبسوطه منكم كلكم قوي. وبعد كل ده بيجي الرئيس لغرناطة وقتها بنعرف ان هي وهو تبع الفضائيين وانها طول الفتره اللي فاتت دي كانت بتضحك عليهم. وراحت غرناطة قايله للناس اللي معاها انهم يروحوا يحبسوهم في اي مكان، وبتروح وراهم غرناطة وراحت قايله لهم المكان اللي انتوا فيه ده بقى مش هتعرفوا تخرجوا منه مهما عملتوا. بعدها بنشوف الشاب العجوز بيحاول انه يفتح الباب بس مش بيعرف، وقتها بيخش ليهم حد مخبي وشه بيحاول كل واحد فيهم انهم يضربوا الشخص ده بس مش بيقدروا، لحد ما بنعرف ان الشخص ده يبقى مورينو ام ماركوس. وطبعا كلهم كانوا مش مصدقين انهم شافوها، بس مورينو بتقول لهم انتم على فكره كلكم انانيين وكل واحد فيكم مش بيفكر غير في نفسه. وبنرجع مره تانية لميسي واللي معاه وساعتها بيفكروا ازاي يخرجوا من هنا، وبيعرفوا ان الرئيس طلع كائن فضائي لما قروا الاسم بتاعه بالعكس. وهنا قامت غوبي علشان خاطر تفتح الباب بس مش بتعرف لانها مش معاها الميه اللي بتديها الطاقه في انها تعمل اي حاجه. وهنا راحت ميسي فضلت تتكلم معاهم وبتقول لهم واحنا هنفضل محبوسين هنا كتير ومش هنعمل اي حاجه، وكل الكلام ده قالته علشان خاطر تجمع الدموع بتاعتهم وتديها لغوبي اللي قدرت وقتها انها تعمل مفتاح بالقوه اللي عندها وراحوا فاتحين الباب. وبنرجع مره تانية لتكنو اللي قدر انه يشغل كاميرات المراقبه علشان خاطر يشوفوا ايه اللي بيحصل، وساعتها كل الابطال الخارقين بيشوفوا عيالهم في الشاشه وبيكونوا فرحانين انهم خرجوا من المكان اللي كانوا محبوسين فيه. وبنشوف بعدها ميسي بتقول لوايلد انهم يروحوا الاول يدمروا الفضائيين علشان خاطر يبقى الطريق سهل قدامهم في انهم ينقذوا اهاليهم، بس وايلد قال لها لا احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا هنروح الاول ننقذ اهالينا بعدين بنشوف حوار الفضائيين ده بعدين. وساعتها بيكون كل الناس مع ميسي معادة مغير الوجوه اللي قام رايح مع وايلد علشان خاطر يدور على اهله. وساعتها بيجوا الحراس بتوع غرناطة يهجموا على ميسي واللي معاها بس بيقدروا انهم يضربوهم ويتغلبوا عليهم، بس بعدها قدروا الحراس التانيين انهم يربطوا ايديهم بالسلاسل، بس عاده واخته قدروا انهم يرجعوا بالزمن وبعدها اتغلبوا على الحراس. وقتها كان وايلد غرناطة شافته في الشاشه وهو واقف بره الاوضه، راحت بعت رجالتها علشان خاطر يهجموا على وايلد، وفعلا راحوا ماسكينه وحابسينه. وهنا لما بتروح غرناطة تتكلم مع وايلد علشان تستجوبه، وقتها بيكون مغير الوجوه عمل وشه مكان وايلد، وكان وايلد راح يوقف نشاط الهرم اللي موجود. وساعتها بنشوفه بتروح تقول لميسي انهم مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، بس ميسي قالت لها انها مالهاش دعوه بيهم وانها تروح الفضائيين اللي هي شغاله معاهم. وكانت ميسي عرفت ان اوهو من الفضائيين لما كانت رسمه ليها رسمه على التابلت وهي مركبه ليها دراعات الفضائيين. بعدها راحت اوهو رسمه كائنات فضائيه على التابلت بتاعها علشان خاطر يهجموا على الاطفال، وهنا بتحصل المعركه بقى والاطفال بيتحدوا مع بعض علشان خاطر يخلصوا على الوحوش دي. وفي نفس الوقت كان وايلد بيضرب رجاله غرناطة وراح مثبتها مكانها بالتلج اللي عمله. بعدها بنرجع مره ثانيه
ميسي اللي بتحاول انها تمشي وتروح لأوهو وتاخد منها التابلت علشان خاطر توقف الوحوش اللي هي عماله تهجم عليهم، بس وهي ماشيه راح توقع والنودلز راح شددها بايده، وهنا بيكون مع عجلات الجهاز اللي هو شغال بيه الهرم اللي موجود، بس راحت أوهو وقعاه منه على الارض، ولما حاول نودلز انه يجيبه بدرعاته مش بيعرف، بس بطيء راح ناطط وجاب الجهاز وقام واخد وايلد وشغله بعدها الهرم، راحوا عائلتهم خارجين قدامهم وساعتها العيال فرحت قوي، وقتها بيعرفوا ان كل اللي بيحصل ده كان مقلب علشان خاطر كل واحد فيهم يبقى بطل خارق يعتمد عليه علشان يحمي الكوكب من اي هجوم من الفضائيين. لحد هنا يكون خلص فيلمنا، يا ريت تشاركونا ارائكم في الكومنتات، عاوزين تتفرجوا على افلام ايه الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيلم جديد بكره ومع السلامه.